الجهة الشرقية لجبل الزيتون سنواصل دراستنا في إنجيل يوحنا الإصحاح 12. المسيح في بيت أصدقائه وأحبائه، في بيت مريم ومرثا والعازر، والمكان مناسب لأننا أمام هذه القرية العزرية أو بيت عنيا التي تعني بيت الفقر أو بيت البؤس. البرج هذه الكنيسة تسمى أو البرج الروسي تخليدا وتكريما لصعود المسيح إلى السماء. هذا المكان كان محبب على قلب المسيح، فكان يأتي ليرتاح في هذا المكان في بيت أصدقائه. في أحد الأيام كان موجود في البيت، كانت مرثا تخدم ومريم جالسة عند قدمي المسيح. يقول كتاب: فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. ثم في الإصحاح 11 نقرأ عن معجزة عظيمة، إقامة العازر من الأموات. وهنا أيضا في الإصحاح 12 مريم جاءت ودهنت بالطيب قدمي الرب يسوع المسيح بشعرها. وطبعا خلف تستطيع أن ترى الصحراء وجبال اليهودية. دعونا نقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 12 وسأقرأ من الآية الأولى. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدمه وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوكي في كلينك، واتكي أن راسي على صدرك. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة الطيب أسرها هنا. عند قدميك وادهنهما حيث راحتي. هذه الحادثة حدثت في بيت عنيا عندما جاء المسيح إلى بيت أصدقائه وأحبائه. العازر الذي أقامه من الأموات كان أحد المتكئين. مرثا أخت مريم كانت تخدم هذه المرة بهدوء. مريم هي بطلة القصة. فاض قلب مريم بالحب الغامر لسيدها ومعلمها. ففي هذه القصة نتعلم أولا إكرام المحبة. فكانت محبة مريم للمسيح محبة شخصية، محبة تلقائية، محبة معطاءة، محبة سخية، محبة تتمتع بالجود والعطاء والكرم. لم يتكلم لها أي إنسان من تلقاء نفسها، هي جاءت شخصيا معبرة عن حبها الغامر لشخص المسيح وسكبت الطيب، طيب الناردين، على رأس المسيح وعلى قدمي المسيح. الشيء الثاني نرى في هذه القصة إسراف المحبة، وإن يحق لنا أن نقول هذه الكلمة لأن أحيانا المحبة لابد أن تعبر عن إتلاف. المحبة الصادقة لا تحسب أي حساب.
أي تقدم أثمن ما تمتلكه. لقد امتلكت شيء غالي وثمين وسكبته سكيبا إكراما ليسوع المسيح. فعجيبة مريم، فنكتشف من هذه المحبة عندما سكبت الطيب على قدمي المسيح، نكتشف أنها كانت محبة مضحية إلى أبعد الحدود. ثم هذه المحبة كانت محبة مكرسة، عبرت عن كمال تكريسها للفادي بتقديم أغلى ما عندها. وأغلى أنواع العطور كانت تدعى أو تسمى ناردين. ويقول الكتاب المقدس أن ثمن هذه القنينة أو القارورة 300 دينار، أي أجرة سنة كاملة لعامل. فنستطيع أن ندرك عن هذا التكريس وهذه التضحية من مريم لشخص المسيح، وغاية وقمة هذا التكريس مسحت قدمي يسوع. إن هذه المحبة وإن هذا هو التكريس، أو أفضل أنواع التكريس، هو إشباع قلب الله ومحبته قبل الخدمة. يقول الكتاب المقدس: فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها، في لوقا الإصحاح العاشر. والشيء العجيب، مريم هي مريم دائما جالسة عند أقدام المسيح. ففي إنجيل لوقا الإصحاح العاشر جلست عند قدمي المسيح مستمعة إلى نبضات قلب يسوع وإلى صوته الرقيق العذب، لكي تتمتع بالشركة معه وبالحضور معه. في إنجيل يوحنا الإصحاح الحادي عشر، عندما أقام المسيح لعازر من بين الأموات، جاءت إلى المسيح ساجدة. وفي هذا الإصحاح نراها عابدة للمسيح، مقدمة أثمن وأزكى وأغلى ما عندها. لقد أظهرت مظهر الحب والعبادة، وهذه العبادة كانت عبادة علنية من مرأة الجميع أمام الجميع. أو كما يقول المسيح عنها في إنجيل آخر: عملت عملا حسنا. ما عملته كان بركة ليسوع، وكان بركة لحياتها، وكان أيضا بركة لبيتها، وكان أيضا بركة لقريتها. عندما أنظر إلى قرية بيت عنيا أو العزري اليوم، أتذكر هذه الحادثة، لأن المسيح مدحها وأثنى عليها وطوبها. وعندما نتذكر هذا الشيء، نتذكر بما فعلت مريم في يسوع المسيح. ألم يقل الكتاب المقدس ذكر الصديق للبركة، وأن الصيت الحسن خير من الدهن الطيب؟ نعم، لقد ذاع صيتها وشهرتها في كل مكان. هذه الحادثة تمت قبل الفصح بستة أيام عندما جاء المسيح. ثم نكتشف شيء آخر في هذه القصة، نكتشف اتضاع المحبة، فكانت محبة متواضعة. أظهرت كل علامات الإكرام والإحسان. ونحن نعلم الشرقيين عندما تدرس العادات والتقاليد، أن تكرم المرء هي أن تمسح رأس الشخص، كما قال المرنم في المزمور 23: مسحت بالدهن رأسي. لكن عملت شيء غريب للعادات والتقاليد في تلك الأيام، دهنت شعر المسيح بشعرها، أي أنها كشفت عن شعرها، وكان شعرها محلول وسائب. وطبعا في مجتمعنا الشرقي، عدم تغطية الرأس هذا طبعا استهتار وعدم مبالاة. وفي أيام المسيح، في أيام المسيح، كشف الشعر كان يدل أن الامرأة كانت زانية أو غير مبالية. لكن الشيء العظيم والفريد، أن هذه الامرأة المحبة المضحية ضحت بكرامتها وضحت بسمعتها، ولم تبال بأقوال الآخرين، بل ركزت نظرها وقلبها وحياتها على شخص المحبوب الرب يسوع المسيح. إزاء هذا الأمر بعض المعترضين. ومن هو أحد المعترضين للأسف الشديد؟
واحد من تلاميذ المسيح اسمه يهوذا الإسخريوطي الذي خان وباع المسيح. قال: لماذا لم يبع هذا الطيب؟ طبعا قال هذا تحت ستار الشفقة على الفقراء. أراد يهوذا أن يطعن مريم طعنة النجلاء فطعن نفسه. هذا ويهوذا الذي قال لماذا لم يبع هذا الطيب، هو نفسه باع سيده بثلاثين من الفضة وسلمه إلى اليهود لكي يصلب ويموت على الصليب. لكن نشكر الله أن المسيح يسوع تدخل في الموقف ودافع عن هذه الامرأة. نرى أولا دفاعا، قال: اتركوها، أي لا تزعجوها بكلامكم أو بانتقاداتكم أو بتأنيباتكم. ثم أعطى تقريرا وقال: إنها ليوم تكفيني. ظنوا في عملها أن هذا الشيء كان إتلاف، لكن نظرة يسوع تختلف عن نظرة البشر. هذا لم يكن إتلافا، بل مدحها المسيح، ونرى ثناء وإكرام المسيح لمريم بأعظم شيء. قال: عندما نكرز ينبغي أن نتكلم عن هذه الحادثة. تذكروا أنها فعلت هذا الشيء قبل الفصح بستة أيام، أي قبل موت المسيح، وكأنها جاءت لتحنط وتكفن المسيح قبل أن يموت على الصليب، وتعبر عن إيمان صادق أن المسيح سيموت على الصليب. كأس ماء بارد تقدمه في حياة إنسان خير من ألف زهرة تنثرها على قبره ميتا. يقول الكتاب: امتلأ البيت برائحة الطيب. كيف ولا، فالمسيح هو الرائحة الزكية والطيبة في هذا البيت. تمتع ببركة المسيح وحضور المسيح وبركات المسيح. وبالحق عندما نتكلم عن هذه القصة ينبغي أن نطوب مريم وأن نكرز بما فعلته في شخص المسيح الذي هو جمال الكمال وكمال الجمال، وهو الرب على الجميع، يستحق كل إكرام وكل عبادة وكل سجود. أعزائي المشاهدين، سنواصل دراستنا في إنجيل يوحنا من الجهة الجنوبية لمدينة القدس. وفي هذه الحلقة سوف أتحدث عن لقاء المسيح مع شخصيتين من تلاميذه. سوف أتحدث عن لقاء المسيح مع يهوذا الإسخريوطي وبطرس الرسول. لكن قبل أن أبتدئ بالقراءة من كلمة الله، كما ذكرت أنا في الجهة الجنوبية، تستطيع أن ترى بيت عنيا مكان مريم ومرثى ولعازر، ومن الجهة الأخرى جبل الزيتون، وتحت الجبل تستطيع أن ترى سلوام ووادي قدرون الذي يفصل عن أورشليم أو أسوار القدس القديمة، يلتقي بوادي هنم أو وادي جهنم. سأقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 13. لست أقول عن جميعكم أن أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. أقول لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو؟ الحق أقول لكم، الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق الحق أقول لكم، إن واحدا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه. وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه، كان يسوع يحبه. فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل: من عسى أن يكون الذي قال عنه؟ فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيد، من هو؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان. فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. وأما هذا فلم يفهم أحد
من المتكئين لماذا كلمه به؟ لأن قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظن أن يسوع قال له اشتري ما نحتاج إليه للعيد أو أن يعطي شيئا للفقراء. ثم أنتقل إلى الآية 36، قال له سمعان بطرس يا سيد إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني ولكنك ستتبعني أخيرا. قال له بطرس يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. من ضيق نفسي أنقذني لما رأى تذللي في حضنه قد ضمني وقلبه قد عزيزي المشاهد، سأواصل حديثي عن موضوع لقاء المسيح مع بطرس ويهوذا. اختار المسيح 12 تلميذا، واحد منهم خان المسيح والآخر أنكر المسيح، وطبعا عند الصلب كثير من التلاميذ هربوا وتركوا المسيح. لكن أريد أن أركز على يهوذا وعلى بطرس أو سمعان بطرس. فهل أخطأ المسيح باختيار تلاميذه؟ نحن نعلم أن المسيح لا يخطئ، لكنه جاء لتتميم مشيئة الآب بحذافيرها وطاعة لوصاياه. كل شيء كان يعمل الرب يسوع المسيح كان يعمل بترتيب إلهي فائق عجيب، لم يهتز بالظروف أو يغير فكره أو رأيه. كان يعرف كل شيء من البداية إلى النهاية، لأنه في إنجيل يوحنا مكتوب عنه العالم بكل شيء. يهوذا اختاره مع أنه لم يكن مؤمنا أصلا، لكن لربما كان له فرصة، لكن أكيد كان له خطة معينة في الترتيب الإلهي. يهوذا الإسخريوطي ابتدأ بالتدرج بالانحدار والسلوك بالخطية. يبتدئ في إنجيل يوحنا أن يعطي لمحة خفيفة عن خلفية يهوذا. قال المسيح من هو الذي يسلمه، ثم تدرج أكثر ووصل إلى انحدار أكثر. ثم قال المسيح عن يهوذا ألقى الشيطان في قلب يهوذا، ووصل إلى قمة الانحدار والهوى عندما قال في العلية، قال المسيح في العلية دخله الشيطان. وبالفعل دخل الشيطان يهوذا وذهب وسلم المسيح وباعه 30 من الفضة. بالواقع أصلا يهوذا لم يكن مؤمنا، لأنه عندما غسل المسيح أرجل التلاميذ قال ليس كلكم طاهرون، يقصد عن خيانة يهوذا أنه الوحيد الذي لم يكن مؤمنا. كان واحد من التلاميذ، كان يشغل منصبا، كان معه الصندوق، ولربما مش لربما كان لص، كان يختلس أيضا من نقود الصندوق. لكن ما المشكلة في حياة يهوذا؟ أعتقد أن المشكلة الرئيسية كان عنده مطامع عالمية، كان ينتظر مسيحا سياسيا أرضيا غير المسيح الروحي الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس. بكلمات أخرى
كان عقل وقلب يهوذا الإسخريوطي بمثابة حقل خصب لعمل الشيطان في داخله. ووصلت قمة هذه الخيانة أنه بالفعل ذهب وباع سيده، باعه بثلاثين من الفضة. وعندما ترك المسيح علية صهيون وذهب إلى وادي قدرون إلى بستان جتسماني ودخل هناك، نرى أن يهوذا جاء مع الحرس، حرس الكهنة وبعض الجنود حتى يعرف بهوية المسيح. جاء وقبلوا قبلة. نحن نعرف في العادات الشرقية القبلة هي عبارة عن العطف والحنان وترمز إلى السلام والأخوة والعهد بين الناس، لكن استخدم هذه القبلة للغدر والخيانة. خان وباع سيده بثلاثين من الفضة وألقوا القبض على يسوع المسيح. ثم طبعا هذا الشيء مستغرب له، أنه هذه هي نبوة في الكتاب المقدس. في مزمور 41 آية 9 مكتوب: رجل سلامتي الذي وثقت به أكل خبزي رفع علي عقبه. احنا بنعرف الخبز والملح، في بناتنا خبز وملح، بتعني الصداقة، دليل على الإخلاص والصداقة، دليل على المحبة، ودليل أيضا على العهد بين الناس. كما ذكرت يهوذا لم يكن مؤمنا من الأصل، فلماذا اختار يهوذا؟ اختار يهوذا لكي يتمم المشورة المحتومة، المشورة الإلهية المحتومة، أن يبيع سيده ليتم ما قيل عن المسيح أنه سيصلب وسيموت. طبعا هذه لا مش فرصة حتى يهوذا يستخدمها أن يقول لا ما أنا عملتها لأنه في نبوة، لا، كان عنده فرصة للتوبة، لكن الله العالم بكل شيء كان عارف أن يهوذا سيسلم يسوع المسيح، فكانت حتى يتمم مشيئة الآب. ثم يهوذا لم يكن من المختارين كما كان التلاميذ عندما غسل أرجلهم وحدثهم في علية صهيون. ماذا انتهى الحال؟ يهوذا لربما كان يتوقع أنه يسوع يعمل مظاهرة سياسية، لأنه شاف معجزات خارقة، رأى أنه قادر أنه يطعم الآلاف، قادر أنه يجيب ويفحم كل الأعداء، فحتى آخر لحظة لربما وضع ضغطا على المسيح بإنكاره لعل المسيح يغير رأيه ويقود في ثورة سياسية، لكن المسيح لم يأتي لهذا السبب. وانتهى الحال بيهوذا، عرف أنه أسلم دما بريئا، فألقى النقود لليهود أو للكهنة، فذهبوا واشتروا الحقل، حقل الدم أو حقل الفخاري. هذا الحقل يلتقي في رأس زاوية وادي قدرون مع وادي هنم، هناك حقل الدم، المكان اللي قتل نفسه أو قتل فيه نفسه يهوذا الإسخريوطي، فانتهت بمأساة عظيمة وكبرى. أما بطرس الرسول فتوجد صداقة حميمة بينه وبين الرب يسوع المسيح، فهو مقدام الرسل وهو المتقدم دائما في الكلام. ابتدأ الموضوع عندما التقى المسيح في بطرس ودعاه، وفي أحد الأيام على بحيرة طبرية قال المسيح لبطرس أن يلقي الشباك فلم يصطد شيئا. قال: يا سيد قد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. وعندما رأى بطرس المعجزة رأى قذارته أمام قداسة المسيح، قال: يا رب أخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ. قال له يسوع: من الآن ستصطاد الناس. وبالفعل هذه هي وظيفة بطرس الرسول. وفي أحد الأيام في قيصرية فيلبس قال: أنت المسيح ابن الله الحي. وعندما حاول أن يثني عزم المسيح بالذهاب إلى أورشليم لكي يموت على الصليب قال له: حاشاك يا رب. فوبخه يسوع وقال وانتهره: أبعد عني يا شيطان، لأنه كان يريد أن يعطل مشيئة الله بموت المسيح. لكن عندما جاء المسيح إلى أورشليم، وبالفعل كما تنبأ المسيح عن بطرس أنه قبل أن يصيح الديك
بالفعل وهو في الدار، في ساحة الدار في قصر قيافة على جبل صهيون. هناك أنكر المسيح، لكن المسيح نظر إلى عينيه وتاب وبكى بكاء مرا ورجع إلى المسيح. وبعد القيامة ظهر له يسوع ليشجعه وقال له: أتحبني يا بطرس؟ ارعى خرافي. ومن هذا الوقت دعي لرعاية خراف المسيح وكان يلقب بالراعي. بطرس الرسول لم يعش للفشل والإحباط والهزيمة والعار، لكنه تاب ورجع إلى المسيح. عندما تنبأ المسيح عن بطرس عن أي ميتة مزمع أن يمجد الله بها. نحن نعلم أن بطرس ابتدأ بالخدمة هنا في أورشليم في اليوم 50، ويقول التاريخ أن آخر حياته انتهت في روما في اضطهاد نيرون في سنة 66 ميلادية، عندما دخل روما ألقي القبض عليه، وعندما قدم للصلب قال للحكام: لست مستحقا أن أصلب كسيدي، فصلبوه رأسه إلى الأرض ورجليه إلى فوق، وتمم بشارة المسيح بكل اعتزاز وبكل فخر. هذا يعلمنا درس: هل تنتهي حياتنا بمأساة إذا أخطأنا؟ لا، إن الله هو إله الفرص والظروف. يقول كتاب: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هل نبتلع بالخطية والمعاصي والشرور ونيأس منها، أم نعود نطلب الرب وتتغير حياتنا وتصبح حياتنا كبطرس الرسول الذي خدم الله بكل قوة وبقوة الروح القدس؟ نعم أحبائي، حياة بطرس حياة فريدة، وكانت حياته لمجد الرب يسوع المسيح. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل الإيمان سوف نتحدث عن صلاة رئيس الكهنة. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534 أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.